تعالوا بينا نعمل يلا فاهيتة الفراخ، هنعمل سندوتش فاهيتة الفراخ. نقول مقاديره ايه؟ محتاجين كيلو من صدور الفراخ، صدور الفراخ هنجيبها سليمة تمام، هنغسلها كويس جدا جدا وننشفها كويس، وبعد كده بسكينة حامية نبتدي نقطعها شرايح رفيعة زي الشاورما. عندنا 3 من الفلفل الألوان متقطعين جوانح بالشكل ده اللي هي التقطيعة الطولية تمام. عندنا كمان بصلة كبيرة متقطعة جوانح. التتبيلة بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه؟ عفوا، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، كوباية زبادي، ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت زيتون، معلقة كبيرة من الصويا صوص، ونص معلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة بصل باودر، ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة وملح وفلفل اسود. دي المقادير، شفتوا عكس اللحمة تماما، يعني الفراخ بتحب التوابل تمام. حطينا لها بقى شوية توابل كده حلوة جدا، هتخلي طعمها لذيذ قوي قوي. تعالوا بينا يلا نعمل التتبيلة. الأول هناخد طبق كبير علشان ياخد معايا التتبيلة وياخد كمان الفراخ، وتعالوا نحط بقى فيه ايه. عندنا زي ما قلنا معلقة من الثوم هنزلها، الخل، وادي الزبادي، عندي البهارات بقى البصل والثوم، الصويا، ولو مفيش صويا صوص مفيش مشكله، حطي معلقه عسل اسود تمام وهتغنيكي. وادي زيت الزيتون، ولو مفيش زيت زيتون نقدر نستخدم زيت نباتي، اي زيت نباتي عندنا. خلاص كده حطيت كل المكونات، ما تيجوا بينا بقى نحط الملح والفلفل. ملح بقى على قد كميه الفراخ اللي عندنا، وادي فلفل اسود. قلبي بقى التتبيله مع بعض كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يفضل ان انا ابيت الفراخ في التتبيله بتاعتي، او على الاقل اسيبها ساعتين بحيث ان الفراخ تتشرب من التتبيله. اولا الانسجه بتاعتها هتطرى، مش هتقعد معايا وقت كبير في التسويه، والطعم كمان هيبقى لذيذ جدا جدا. فانا كده تبلت الفراخ زي ما انتم شايفين، تتبيله غمرت القطع بتاعت الفراخ تماما. دلوقتي اقدر ان انا اغطيها واحطها في الثلاجه ساعتين على الاقل، او من بالليل للصبح علشان تسهل حتى معايا الوقت، هتكون جاهزه معانا على طول ان احنا نشتغل فيها. بس احنا بقى ما عندناش وقت فهنشتغل على طول. تعالوا بينا بقى نحط وك على النار يسخن كويس جدا، والوك ده هنحط فيه شويه زيت صغيرين. يلا لازم نتاكد ان الزيت سخن تماما. ليه بقى؟ علشان لما احط الفراخ على طول كانها بالظبط بتتشوي، ما تاخدش وقت وما تقعدش تطلع في الميه بتاعتها وتنشف بقى مننا وتبقى الحكايه مش حلوه. فضروري يكون الوك سخن جدا، الزيت اللي احنا حطيناه طبعا بما ان الوك سخن فالزيت سخن على طول. تعالوا بينا بقى بسم الله الرحمن الرحيم ناخد كده الفراخ وناخد ننزل بمعلقه افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده، انا مش هاخد الكميه كلها لان الكميه كلها هتبقى كبيره على الووك، انا عايزه يا دوبك على قد الووك نفسه، فهاخد نص الكميه. يلا وافردي كده علشان عايزين يبقى الكميه كلها ملامسه للووك، ملامسه للحراره. بصوا اخدت لون من الناحيه الثانيه ازاي، بصوا انا بقلب كده، هو ده المطلوب. يلا قلنا ان احنا ما بنملاش الوك بتاعنا بالفراخ علشان ما تقعدش تجيب الميه بتاعتها، ما بقلبش كتير، بقلب بين وقت للتاني، عايزين الفراخ تتحمر بالشكل ده ونقلبها كل فتره على الناحيه التانيه. اديها بصه كده وتقليبه بسم الله زي الفل. انا هنقل بقى العين الكبيره كده عشان ايه على طول بسرعه تيجي معانا وتتحمر قوام، وده المطلوب. الله بقى بصوا الفاهيتة بقت عاملة ازاي، بدأت خلاص تتشرب المية اللي نزلتها. دايما اشتغلي على نار عالية على قد ما تقدري، اكبر عين عندك ونار عالية علشان على طول على طول تتحمر معاكي وتتشوح كويس جدا من غير ما تنزل المية بتاعتها. هناخد طعم احلى وفراخ كده طرية ما فيهاش مطة وما فيهاش شدة. احنا كده زي الفل.
هجهز طبق علشان هرفع الفراخ دي تمام، واحط مره تانية، تعالوا نطلع هنا، هحط مره تانية بعد ما ارجع اسخن الووك بتاعي تاني علشان لما انزل الفراخ تنزل برضو في الووك يكون سخن. شايفين؟ عايز اقول لكم شامين الريحه جباره. نفسي كده الريحه توصل لكم ان شاء الله. اكيد في يوم من الايام الاختراعات والبني ادم ما غلبوش حاجه بصراحه، فاكيد في يوم من الايام الريحه هتوصل لكم ان شاء الله، ربنا يدينا العمر بقى. الريحه بجد جباره ما شاء الله، اللهم بارك. يلا بينا نشيل بقى الكميه دي، يلا تعالوا بينا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو عموما مفيش مواد دهنيه كتير، فانا هشيل كده وارجع تاني ارجع الووك على النار يسخن مع نقطتين زيت تانيين. لا لا زي الفل. خلاص اتاكد بس ان الدنيا سخنت تمام، وبقيه الفهيتة اللي احنا كنا متبلينها هحطها، وزي ما عملنا المره الاولانيه ان احنا بنحطها وبنفردها في الووك بتاعنا كله علشان تبقى الفراخ ملامسه الحراره. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هي الطشه دي والتش دي اللي احنا لازم نسمعها اهي. يلا وزعي بقى، خلي الفراخ كلها تبقى ملامسه للحراره، النار عاليه وهو ده المطلوب. والفهيتة على النار يا جماعه ريحتها جباره. خلاص الووك ده كمان الفراخ بتاعته استوت والدنيا تمام. برضو هشيل الفراخ بقى خلاص من هنا، نحطها على الباقي اللي عندنا من الاول. كده الفراخ بتاعتنا استوت والدنيا تمام. فاضل معانا ايه بقى؟ فاضل معانا الخضار. كان معانا بصل وفلفل متقطع جوانح، وفي نفس الووك اللي عملنا فيه الفراخ بنفس الطعم هحط البصل. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. والفلفل كمان، ويلا بقى نشوحهم كده على النار تشويحة كويسة، خليهم يتلسعوا كده علشان يسكروا معانا. بيتشوي لو ملاحظين كده هتلاقوه ايه، هيبتدي يتلسع، ما عندناش مادة دهنية كتير فمش هيتحمروا، لا هيتلسعوا، هياخدوا كده لسوعة، اللسوعة دي هتبقى مكرملة كده وهتخلي طعم الفاهيتة حلو جدا. اهو ريحة الخضار اصلا لما بيتشوي كده بيبقى حلو قوي قوي. يلا نقلب. بصوا بقى ده اللي انا بقول لكم عليه، تعالوا بصوا معايا كده، هتلاقي الخضار بدأ بصي يتلسوع، هي دي اللسوعة المطلوبة. بصوا اهو، ولا ريحته بقى يا جماعة حكاية زي الفل. من وقت للتاني هندي التقليبة دي. خلاص الخضار اتشوى، تعالوا بينا ننزل يلا الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده احنا مش محتاجين اكتر من اللي احنا عملناه، الخضار بتاعنا اتشوى، الفراخ بتاعتنا كانت مستويه والدنيا تمام. هنشيل بقى الووك بتاعنا ده ونروح علشان نبتدي نعمل السندوتشات بتاعتنا. يلا بينا بسم الله. وعايزين ايه بقى؟ احنا محضرين عيش تورتيلا للوصفه بتاعه الفاهيتا. فين ال ايه ساندويتش ميكر فين؟ طيب اوكي نجيب بقى، يلا بلانشة كده علشان نشتغل عليها. وادي العيش بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي ناخد كده رغيف، وممكن بقى نحط ايه مايونيز فين، او تومية، او من غير خالص، انا هحط بس بسيط خالص من المايونيز بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد بمعلقه كده شويه من الفاهيتا، ناخد بقى شويه من الفاهيتا. كفايه كده، انا بحب ازود في السندوتشات قوي بتوصى. ناخد بقى الحرف كده ونلف وكده، ده اول ساندوتش جاهز معانا. يلا اللي بعده، ناخد الرغيف ونحط عليه بسيط خالص من المايونيز بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حابب بقى يحط صوص جبنه، حط كاتشب، حط صوص،
كل واحد بقى وذوقه تومية زي ما انتوا عايزين بقى. تمام. يلا بينا، هقفل من ناحية وابتدي اعمل رول. نعمل رول كده ونزق كده الحشوة علشان تبقى متساوية بالشكل ده. انا سايبة ناحية مفتوحة كده عشان ايه، نعمل اغراء كده للي هياكل. يلا نعمل واحد كمان. حاضر. على فكرة نص كيلو من الفراخ هيعمل معاكي كمية سندوتشات تحفة، كفي عدد كبير جدا، عكس مثلا لو هعمل النص كيلو ده مثلا بانيه او هعمله مشوي، لا الفاهيتا هتكتر كده مع الخضار والبصل والحاجات اللي احنا حاطينها دي، هتديكي نتيجة حلوة جدا، وفي السندوتشات بقى وهتعملي احلى سندوتشات في الدنيا وكمية كبيرة. بصوا هقفل بقى دول الناحيتين. تمام، والسندوتش ميكر معانا عشان نبتدي نحط السندوتشات ونحمصها. ممكن لو عندي سندوتش ميكر، طب لو ما عنديش هعمل ايه؟ جريل على النار او طاسه تكون ما بتلزقش على النار، معلقه زيت بسيطه فيها، وابتدي انزل السندوتشات بتاعتي علشان تاخد لون. اول ما انزلها تنزل على طول على الجنب اللي هو اللي فيه القفله دي، احطها كده تاخد لون وتثبت، اروح قلبها الناحيه الثانيه تاخد لون، يبقى الساندوتش كده مقرمش من بره وطري من جوه. نعمل واحد كمان وبعدين نبدا نحط بقى في الساندوتش ميكر قبل ما نطلع فاصل. فين المايونيز؟ اقول لكم على حاجه، نحط في ده صوص جبنه. يلا تغيير. يلا بسم الله. ناخد كده بالعيش ونزق الحشوة عشان تبقى كلها متماسكة، ونعمل رول. بسم الله الرحمن الرحيم. هايل، خلصنا الساندوتش ميكر بتاعنا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو مش معلهوش الجريل فاحنا هنغيره. طب ايه رأيكم هنطلع فاصل صغير خالص علشان اغير بس الشكل بتاع الساندوتش ميكر، عشان ده شكل السمبوسك مش هينفع معانا، لازم اللي هو الشكل المخطط بتاع الجريل. ممكن كمان احط طاسة على النار علشان ابتدي اعمل فيها، نعمل هنا ونعمل هنا. الفاهيتا بتاعتنا خلصناها خلاص زي ما انتم شايفين، عملناها على الجريل عادي جدا، نقطه زيت زي ما قلنا، وابتدينا نحطها على كل ناحيه شويه لغايه ما اخدت التخطيطه الجميله دي، وادي بقيه الفاهيتا معانا.